الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. واليوم نتكلم فصل في أحكام الشفعة. فصل في أحكام الشفعة، وهو الفصل الذي يلي أحكام الغصب، لأن الغصب يؤخذ عنوة والشفعة تؤخذ بحكم القضاء عنوة، ففيها نوع من العلاقة. وإن كان الغصب حرام، إلا أن الشفعة تؤخذ عنوة من المالك بالثمن، بالعوض بحكم قضائي. فصل في أحكام الشفعة. يقول: وهي بسكون الفاء الشفعة، وبعض الفقهاء يقول الشفعة بضم الفاء يعني، والأفصح بسكون الفاء الشفعة، وإن كان اللغة أوسع من الأفصح، وممكن تقول الشفعة والشفعة، إلا أن الفقهاء يسكنوا الفاء الشفعة، ومعناها لغة الضم. لغة جاية من الضم، وجاية أيضا من الشفاعة، لأن الشفعاء بيشفعوا لصاحب المصلحة، فالشفعة أيضا بتراعي مصلحة الشريك القديم، ففيها نوع من الشفاعة. وفيها أيضا أن النصيب للشريك القديم وهو وتر يضم إليه ما أراد أن يبيعه شريكه، فكأنه يشفعه، يعني يشفع نصيبه. كل دي علاقات لغوية بالمعنى الشرعي يعني. لأن الشفع هو كل ما يضم للوتر، وشرعا معناها الشرعي إذا الاصطلاحي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به. حق تملك قهري، والقهر ده صفة للحق، فما تقولش حق تملك قهري، لا، حق تملك قهري عشان تبقى صفة للحق، فهو حق قهري. قهري يعني بالحكم القضائي، ادي معنى قهري، يعني بالقضاء والحكم القضائي، لما يحصل نزاع القاضي يحكم به. يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث، لما نبقى احنا شركاء في شيء على المشاع، واحد الشركاء اراد ان يبيع لاجنبي، فباع للاجنبي للطرف ثالث لم يكن شريك، يبقى الشريك القديم من حقه ان ياخذ هذا الجزء المباع ويوقف البيع للشريك الحادث بالحكم القضائي بنفس العوض اللي كان هيدفعه الشريك الحادث، لانها شرعت لرفع الضرر، فاهم؟ شرعت اساسا لرفع الضرر بسبب الشركه بالعوض الذي ملك به، يبقى بالعوض اللي يعني بالثمن الذي ملك به الشريك الحادث، شرعت لماذا؟ لدفع الضرر. الأصل في الشفعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث رواه سيدنا جابر بن عبد الله، رواه أصحاب السنن، أنه شرعت الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني أصبح جوار. والحديث أخرجه الإمام البخاري على أي حال. يعني الجواز ده جوز
الشفعية؟ عند الشافعية اه، لان في حديث ورد الجار اولى بالشفعة. الحديث اولا في اسناده نوع ضعف، ولو صح فالشافعية حملوه على الجار وهو الشريك، الجار بالشركة يعني. الشفعة فيما لا يقال. اه هنجيب بقى احكام ما يشفع فيه يعني، لكن الاحناف عندهم الجار له شفعة عند الاحناف، والقانون المصري اخذ بالاحناف. والشفعة واجبة اي ثابتة للشريك. واجبة هنا مش معناه الوجوب الشرعي اللي هو معناه يأثم تاركه، لا، واجبة يعني مشروعة، يبقى واجبة يعني ثابتة في الشرع الشريف، لان يستحب ان الشفيع صاحب الشفعة انه يتنزل عنها كده، ما يرفعش قضية ولا حاجة، يسيب شريكه ويبيع للي هو عايزه، يعني من باب مكارم الاخلاق، يعني يستحب له تركها ولا يستغل هذا الحق حتى، لان هذا الحق مخالف للاصل، لان الاصل المالك حر التصرف ويبيع لمن شاء، فهي ايه فيها نوع من التقييد على الحرية في الملك، فهمت؟ عشان كده هي على خلاف الاصل، على خلاف الاصل، عشان كده قالوا ان الشفعة دي من الرخص لدفع الضرر وليست من العزائم، يعني رخصها الشرع لدفع الضرر لانها على خلاف الدليل، والعذر هنا رفع الضرر عن الشريك القديم. فهي كلمة الشفعة واجبة هنا يعني مش واجب علي أأثم إن أنا ما أستعملش الشفعة، لا، ده معناها هنا مشروع، يعني من حقي إن أنا أستعملها، يبقى واجبة هنا بمعناها مشروعة وثابتة في الشرع الشريف. أحسن في ناس يقرأ واجبة في كتب الفقه يعني معناه يظن إنه يأثم تارك، فهمت؟ لا، فالشفعة واجبة أي مشروعة بالخلطة اللي هي خلطة الشيوع، لأن ممكن إحنا نملك شيء بالشيوع مش متقسم، فاهم؟ يبقى تثبته في خلطة الشيوع، كويس؟ دون خلطة الجوار على مذهب الشافعية، لأن الأحناف يجيزون الخلطة للجار، الشفعة للجار، واضح؟ لكن الشافعية قالوا لا، الجار المقصود في الحديث الشفعة، يعني إيه الجار أولى بالشفعة؟ قالوا الجار هو الشريك القديم في الشائع، لأن النبي قال إذا صرفت الحدود وإيه والطرق فلا شفعة، فهمت؟ يبقى شرعة الشفعة فيما لم يقسم، أما إذا صرفت الحدود وشقت الطرق فلا شفعة، معناه إن الجار لما تصرف الحدود بقى ليه جار، مش كده برضو؟ فلا شفعة، يبقى لا شفعة للجار المجاور يعني، أما الجار الشريك فيما لم يقسم يبقى له الشفعة. ده طريقة فهم الشافعية في الحديث، وعشان كده قالوا ايه دون خلطة ايه خلطة الجوار، فلا شفعة لجار الدار ملاصقا كان او غيره. هذا طبعا على مذهب الشافعية، ويقابله مذهب الاحناف الذي اخذ به القانون المصري، مذهب الاحناف. وانما تثبت الشفعة فيما ينقسم. هل تثبت الشفعة في كل شيء؟ اه، في وجه عند الشافعية مرجوح انها تثبت في كل شيء، فيما يقسم ولا يقسم، في القابل للقسم وغير قابل للقسم، وفي مذاهب تجزها كمان في المنقول وفي غير المنقول كمان، لكن الشافعية لا يجزونها الا في العقار غير المنقول. اما الاشياء المنقولة فلا تثبت فيها دوام الشركة لانها بتستهلك، فاهم؟ اما تبقى شيء منقول ده شيء مستهلك فلا يثبت فيه دوام الجوار، فالشافعية لا يجيزونها في المنقول وغيره. سيدنا عطاء بن أبي رباح وبعض الفقهاء يجيزون الشفعة في كل شيء منقول وغير منقول، واخد بالك؟ قابل للقسم أو غير قابل للقسم مطلقة كده. الوجه الراجح عند الشافعية أن الشفعة تثبت فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، لكن الوجه المرجوح للشافعية تثبت في اللي يمكن قسمته والذي لا يمكن قسمته. فيما ينقسم يعني يقبل، يعني انا احنا عندنا شقه مثلا فيها دورتين مياه وفيها اربع حجرات وفيها ريسبشن واسع، دي قابله للقسم، ممكن بدل ما تبقى اربع حجرات تبقى حجرتين ونقسم الريسبشن وكل واحد ياخد دوره ميه، بقت شقه، دي شقه ودي شقه قابله للقسم. لما تبقى شقه ما فيهاش الا حمام واحد،
هقسمها ازاي؟ يعني هوقف الناس بقى يعيبوا، فهمت ازاي؟ فدي بقى غير قابله للقسم. وبالتالي يثبت فيما يقبل القسمه، اما ما لا يقبل القسمه فلا يثبت فيه الشفعه. ليه؟ لان ما لا يقبل القسمه انا لو اثبتت فيه الشفعه، واخد بالك، هضيع منفعته. هضيع المنفعه بتاعته. يبقى في الحاله دي الحاجه التي لا تقبل القسمه، واحد احد الاطراف عايز يبيعها، يبقى هما الاثنين يتفقوا يبيعوا مع بعض ويخلص، لانه حتى هو مش هيعرف يجيب واحد، لان اللي بيدخل في المشاعر يشتري، بيشتري على ايه؟ على اراده القسمه في يوم من الايام. فلما الشيء غير قابل للقسمه ده واحنا شركاء فيه، هتلاقيه شيء باير لا يستطيع ان يبيع نصيبه فيه، مش هيجد شاري، فهم؟ وبالتالي يبقى علشان يرفع الضرر وعايز يبيع يبقى يبيعوا مع بعض وخلصنا. فمش محتاجين بقى ايه الشفعه، لان هو حامي نفسه. حامي نفسه منين؟ انه مش هيعرف يجيب لي شريك جديد، لانه لو عرضوا للبيع ما حدش هيجي يشتري في الغالب العام طبعا. ولكن افرض لقى واحد عايز يشتري، يبقى ايه؟ نثبت له الشفعه على الوجه المرجوح لرفع الضرر، لان في وجه عند الشافعيه تثبت الشفعه ايضا، وان كان لم يذكروا هنا للاختصار، ذكروا الامام الشربيني في مغني المحتاج، واخد بالك، لانه ايه بيتوسع شويه مغني المحتاج عن ايه الشيخ ابن القاسم الغزي. فقال هنا: وانما تثبت الشفعه فيما ينقسم، اي يقبل القسمه، دون ما لا ينقسم كحمام صغير فلا شفعه فيه. فان امكن انقسامه كحمام كبير يمكن جعله حمامين ثبتت الشفعه فيه. والشفعه ثابته ايضا في كل ما لا ينقل من الارض، اللي يسموها العقار، يعني الاشياء غير المنقوله، الاشياء الثابته في مكان، مخزن، عماره، قطعه ارض، دي اشياء غير منقوله تثبت فيها الشفعه. انما المنقول زي ما قلت لك لا تثبت فيه الشركه. ليه؟ لان ليس فيه معنى التابيد، ليس فيه معنى الدوام، في معنى الشيء المستهلك. وإن كان برضه في مذاهب تجيز حتى في المنقول، حتى في الثوب، لو اشتريت جلابية أنا وأنت على إنك أنت تلبسها يوم وأنا ألبسها يوم، وجيت أنت عايز تبيع نصيبك فيها، وإحنا اتنين مقاسنا بعض زي بعض مثلا، وأنت عايز تبيع نصيبك فيها، في بعض المذاهب تجيز فيها الشفعة. الشافعية ما يجيزوش الشفعة في مثل هذا، لأن ده مستهلك وغير إيه ومنقول غير ثابت، فهمت؟ لا، فيما في القابل للقسمه، لان القابل للقسمه يغري انه يجيب لك شريك جديد ويضرك. قابل للقسمه لكن غير مقسم. ينفع ينقسم، بس القسمه دي ممكن تضر الشريك القديم، لانه يجي له واحد مشاكس. بس كده بقت خطه الجوار مش خطه مشاعر. ما هو انا مش عايزها تنقسم، انا الشريك القديم مش عايزها تنقسم، لان انا عايز انا مستفيد بيها بهذا الوضع، فهم؟ ومستريح مع هذا الشريك القديم، فيجي الشريك القديم ده يمشي يجيب لي واحد تاني يمكن يشاكسني، فهم؟ او يبقى غير مناسبني في الطبع. كان نكون مثلا احنا الاثنين شركاء في شقه ورثناها من ابينا، واحنا الاثنين اخوات، فانا ما اتضررش ان يبقى اخوي قاعد معايا في الشقه وبنصيبه، لكن اتضرر لو جاب لي واحد اجنبي، فهمت ازاي؟ هيبقى راجل غريب قاعد معايا غير ما يبقى اخوي قاعد معايا. فيبقى اخويا لما يحب يبيع نصيبه يبقى يبيعه لي انا اولى. فهمت بقى ازاي؟ بدل ما يجيب واحد يضرني. اذا كانت فيها قسمه اصبحت خط الجوار وليس خط المشاعر. بس لم تقع القسمه بعد. هنا لم تقع القسمه بعد، عشان كده في شفعه. فهم؟ هي قابله للقسمه لكن لم تقسم. فهمت قصدي ايه؟ يعني الشقه بيني وبين اخويا ومش بانيين احنا اي جدار في ايه؟ فصلنا. لا لا، هو في خلطة مشاعر قابلة للقسمة وفي خلطة مشاعر قابلة للقسمة. فهمت ازاي؟ فالحاجة اللي قابلة للقسمة دي اللي ممكن يضرني، لأنه تغري إنه يجي لي شريك جديد. واضح؟ إنما غير قابلة للقسمة دي لا تغري. ليه؟ لأنه ما حدش هيجي يشتري في الغالب الأعمى. وإن كان في وجه يقول لك برضه حتى فيما لا يقبل القسمة فيها مشاعر. فهمت المسألة؟
وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم، أي يقبل القسمة دون ما لا ينقسم كحمام صغير فلا شفعة فيه. فإن أمكن انقسامه كحمام كبير يمكن جعله حمامين ثبتت الشفعة فيه. ليه؟ لأن أنا كده بوفر على الشريك القديم تكاليف القسم والاستفادة بالمساحة كلها، لأن القسمة هتتكلف. فهم؟ طب ما أنا بدل ما أحط تكاليف في القسمة، طب ما أنا أزودها شوية وأشتريها كلها ليه؟ فهمت بقى المسألة؟ والشفعة ثابتة أيضا يعني مشروعة، ثابتة أيضا يعني إيه مشروعة؟ في كل ما لا ينقل من الأرض غير الموقوفة والمحتكرة. يعني لما تبقى أرض وقف ما تثبتش فيها الشفعة. الأرض الوقف لا تثبت فيها الشفعة، ليه؟ لأن الوقف بينتفع بها ولا تتملك الرقبة. والشفعة بتثبت في الرقبة مش في المنفعة. فهمت؟ وكذلك المحتكرة. يعني ايه المحتكرة؟ كأن تكون ارض موقوفة مؤجرة على التأبيد على ان يبني فيها ويدفع ايجار، زي الاوقاف مثلا بيبقى عندها قطع اراضي تروح مأجرها لشركة تبنيها عمارة وتدفع ايجار شهر تدفع او سنوي لوزارة الاوقاف، دي اسمها محتكرة، حكر يعني اتخذوها حكرا، يبقى ما تثبتش فيها الشفعة دي. مثل هذه الاشياء لا تثبت فيها الشفعة. ليه؟ لأن الانتفاع هنا بالمنفعة وليس بالرقبة، متملك المنفعة وليس متملك للرقبة، والشفعة تثبت في الرقبة في شيء متملك. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده الغير الموقوفة والمحتكر. المحتكرة اللي هي متخذة حكرا يعني مؤجرة على التأبيد، هذه معنى متخذة حكرا. كالعقار وغيره، مثال لغير المنقول فيما لا ينقل، العقار وغيره من البناء والشجر تبعا للأرض، كبستان مثلا فيه شجر فيبقى تبعا للأرض. طب وليه احنا بنقيد الشروط دي كلها؟ لأنها على خلاف الأصل، لأنها فيها تقييد لإيه؟ لحرية تصرف المالك، بقيده ما يبيعش إلا لطرف واحد معين. فهمتني ازاي؟ فلأنها على خلاف الأصل لابد يبقى فيه قيود علشان بتخرجها من القواعد الأصلية إلى محل الرخصة. فهمت؟ وعشان كده أي رخصة تلاقي فيها قيود. ليه؟ لأنها على خلاف الدليل. يعني لما نقول إن التيمم ده رخصة يبقى فيه قيود، لازم يثبت فقد الماء ويلزم يثبت عدم القدرة على استعماله. واخد بالك؟ ويعدد لك فقد الماء ده يبقى على بعد مسافة قد ايه تقريبا، تختلف باختلاف كل زمان وسرعة وسائل المواصلات. فهمت ازاي؟ وهكذا. ليه؟ لان التيمم على خلاف الدليل لعذر. وهكذا كل رخصة في الشرع كده كده على هذه الحالة، تجد ان الرخصة تجد فيها قيود كثيرة. ليه؟ لانها على خلاف الاصل. فبيقول هنا وانما يأخذ الشفيع شقص العقار بالثمن الذي وقع عليه البيع. الشخص اللي هو الايه؟ الجزء المباع، جزء المباع. واخد بالك ازاي؟ او يعني كلمة شخص عموما هي ايه؟ الجزء او الطائفة من الشيء او الجزء من الشيء، سموه الشخص. يبقى انما يأخذ الشفيع اللي هو الشريك القديم، الشفيع هنا اللي هو ايه؟ الشريك القديم. شخص العقار يعني الجزء المباع من العقار المشاع بالثمن الذي وقع عليه البيع، يبقى هو مسؤول ان ياخده بنفس الثمن اللي وقع عليه البيع. فان كان الثمن مثليا كحب ونقد اخذه بمثله، او متقوما كعبد وثوب اخذه بقيمته يوم البيع. يعني انا اشتريت وانا شريك حادث من احد الشريكين نصيبه في العقار بسيارة، انا ما اديتلوش فلوس، انا اديته ايه؟ شيء متقوم له قيمة، سيارة. طيب يا جات تاني الشريك القديم عايز ياخد بالشفعة، يبقى يقيم السيارة دي يشوف قيمتها قد ايه يوم عقد البيع، ويدي للشريك القديم اللي هو عايز يبيع قيمة السيارة. فهمت ازاي؟ فإن كان الثمن مثليا كحب ونقد أخذه بمثل. المثل كحب، أنا اديته 10 أرادب قمح، يبقى يديني بدلها 10 أرادب قمح. فهمت ازاي؟ ادي المثل.
او نقد بمئة الف جنيه مصري يدفع لي مئة الف جنيه مصري، او بشيء متقوم يعني ايه، يعني له قيمة في السوق، 10 ثلاجات اديتهم له علشان يديني نصيبه في ايه في الشقة، هو يملك ربع الشقة، اديته 10 ثلاجات بدل انا راجل تاجر ثلاجات، فالبضاعة حاضرة عندي معيش سيول، قلت له خد ال10 ثلاجات دول. جيت انا بقى عايز انا اخدها بالشوفة اشوف ال10 ثلاجات دول قيمتهم ايه في السوق يوم البيع يوم العقد واديله قيمته، يعني ما قومهمش يوم الحكم بالشفع، لان قد يكون ارتفع ثمنهم او رخص ثمنهم، لا بيوم العقد. فهمت بقى المساله؟ الشريك الحادث ولا الشريك القديم؟ الشريك القديم ما هيحل محل المشتري الجديد، توقف البيع يعني يتشالش المشتري الجديد يمشي وياخد الفلوس اللي دفعها. فهمتني ازاي؟ من مين؟ من الشريك القديم، ويبقى هو اتحل محل رغما عن ايه؟ عن الشريك شريكه اللي باع للاخر. فهمتني ازاي؟ وعشان كده فيها تقييد حريه التصرف، علشان كده هي على خلاف الدليل. لان انا اقيد حريه التصرف في الملك امتى؟ في الدليل لما يكون على سبيل الحجر للسفه او لصغر السن، مش كده برضه؟ او للجنون. السفه قله العقل وعدم حسن التصرف، او الجنون فقد العقل بالكليه، او صغر السن لعدم الرشد. لكن هنا انا حجرت عليه نوع من الحجر بالرغم ان هو ما فيهوش اسباب الحجر، عشان كده هو على خلاف الدليل. فهمت بقى؟ جاي على خلاف الدليل. وهي اي الشفعه بمعنى طلبها على الفور، يبقى تثبت الشفعه للشريك القديم اذا طلبها على الفور، يعني بمجرد ما عرف ان العقد تم. انا عرفت النهاردة ان شريكي باع نصيبه فيما انا املكه معه اليوم، عرفت اليوم، يبقى لابد ان انا اتقدم بطلب الشفعة في نفس اليوم، اتصل بيه اقول له لا انا هشتري مكان، قال لي لا انا بعت له خلاص مش عايز اغير كلام، اروح رفع القضية عند القاضي علشان التاريخ يثبت عند القاضي، يبقى الاقي تاريخ رفع القضية بتاريخ العقد، يبقى خلاص تثبت لو شفت. لكن ما ينفعش ارفع عن القضيه بعد سنه من علمي. فهمت ازاي؟ القاضي ما ينحكمش بالشفعة لانه توانى عن حقي، والتواني دليل على ايه؟ القبول. فهمت؟ يبقى تثبته على الفور، والفور هنا من اول العقد ولا من عند علم الشريك القديم؟ لا من عند علم الشريك القديم، لان قد اكون مسافر، مش كده برضو؟ وقد اكون مريض، وقد اكون جاهل بان الشفعة تثبت على الفور، فانا قلت هبقى اشتكيه في يوم من الايام وخلاص، وما اعرفش ان لازم على الفور. فلو كنت جاهل في الحاله دي احلف قدام القاضي ان انا كنت اجهل ان الحكم ان الشفعه لابد على الفور، ساعتها القاضي يقبل بجهلي ويديني الحكم بالشفعه لان انا كنت اجهل ان الحكم ان الشفعه لابد على الفور. فهمت بقى؟ يبقى وهي اي الشفعه بمعنى طلبها على الفور، وحينئذ فليبادر الشفيع اذا علم بيع الشخص بأخذه، وتكون المبادرة في طلب الشفعة على العادة، يعني ايه؟ على سرعة ايه؟ عادة الإجراءات. الإجراءات بتاخد طلب معين بيتقدم، فلما جاي يقدمه كان القضاء واخد أجازة، أجازة القضاء لمدة شهر، يبقى خلاص ما يجراش حاجة، تفضل تثبت. يعني لا يطالب الايه؟ بانه مثلا يسافر ويجري، او انه هو يعني يدخل على القاضي وقت اجازته. فهمت ازاي؟ لا، على العاده العرف المعتاد. فلا يكلف الاسراع على خلاف عادته بعدو او غيره، لا نقول له اجري واركب الطياره علشان مثلا الملك بتاعه بينه وبين واحد مثلا وقاعد في القاهره وهو شريك في حاجه موجودة مثلا في مرسى مطروح. مرسى مطروح دي ممكن يروحها بطيارة، ممكن يروحها بقطر، ممكن يروحها بالاوتوبيس. ما نقولوش ليه ما جيتش بالطيارة؟ أنت ليه جيت بالاوتوبيس؟ الاوتوبيس بيقعد مدة طويلة. لا ما ينفعش. لا يكلف الإسراع فوق العادة. بل الضابط في ذلك أن ما عد توانيا عرفا يعني تأخرا عرفا في طلب الشفعة أسقطها وإلا فلا. يبقى متروك لتحديد التواني من عدمه إلى العرف. القاضي بيقدر هذا،
فهمت ازاي؟ فإن أخرها يعني الشفعة، طلب الشفعة أخره مع القدرة عليها بطلت في حق، لأن تأخيرها مع القدرة عليه دليل القبول المبدأ، وطالما قبل مبدئيا استقر الملك للشريك الجديد. فهمت ازاي؟ فلو كان مريد الشفعة مريضا هيجيب لك بعض الأعذار بقى اللي ممكن يتأخر وتبقى مقبولة. فإن كان مريد الشفعة مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو محبوسا، زي ايه يعني محبوس في أي قضية، أو خائفا من عدو، يعني بينه وبين البلد اللي فيها الشفعة بتاعته دي أعداء، ولو دخل البلد دي هيقتلوه عشان في طار أو شيء من هذا، أو ليه أعداء متربصين بيه، فمضطر ما يروحش، يبقى لا تسقط في حق الشفعة. أو خائفا من عدو، أو الطريق غير آمن الوصول، في حرب قطعت الطرق أو شيء من هذا، كل ده أعذار. فليوكل إن قدر، يعمل ساعتها إيه؟ يعمل توكيل، يبعت واحد بالتوكيل، وممكن التوكيل يتعمل بإيه؟ بالفاكسات، ويتعمل بإيه؟ بالحاجات دي كلها. فليوكل إن قدر. طب افرض ما يقدرش يوكل، مفيش توكيلات ومفيش فاكسات واتصالات، يشهد 2 شهود في البلد اللي هو قاعد فيها ان انا ليا حق في الشفعة، لما يتيسر ليه هقدمه، عشان يجيب الشهود دول للقاضي، ما يقولش ان القاضي ده توانى، يقول لا ده اشهدنا يوم علم لانه كان ايه في مكان بعيد، يبقى عنده حاجة من الاتنين، في المكان البعيد مش عارف يوصل منه، يا اما يوكل غيره او يشهد وهو في مكانه ان الشفعة في حقه، بحيث بعد كده يخبر القاضي بالشهود، ما يحتاجش يمين بقى امام القاضي، فهمت، لانه جايب شهود، والا فليشهد على الطلب. فان ترك المقدور عليه اللي هو التوكيل او الاشهاد بطل حقه في الاظهر، يعني دليل ان في قول ايه مقابل للاظهر، انه لا يبطل حقه، فهمت، لكن الاظهر هنا هو الراجح في الاقوال، والاقوال منسوبه للامام الشافعي. ولو قال الشفيع لم اعلم ان حق الشفع على الفور، لما راح للقاضي بعد سنه بيطلب الشفعة، فالشفعة بيقول له لا ده كان على الفور تتاخرت، فيقول له لا ما اعرفش ان هي على الفور، فهمت، انا كنت بجوز بنتي وبعدين سافرت حجيت وبعدين رجعت لقيت اخويا مريض، فقلت الحكايه براحتها، فعلى مفضيت جيت له، فهمت ازاي، ما يعرفش ان لازم على الفور. ففي الحاله دي يعمل ايه؟ وكان ممن يخفى عليه ذلك، يعني باين عليه انه مش متعلم في الدين ولا خريج ازهر ولا راجل ضليع في احكام الدين، واخد بالك، يعني تخصصه بعيد عن هذا الدين، او ملوش دخل بالقانون، مش راجل مش قانوني، واخد بالك، راجل تاجر ولا راجل طبيب زي حالتنا مثلا، جراح ولا بتاع، ما يعرفش القوانين، او محاسب او بتاع، يوم القاضي يبقى ساعتها يحلفه لانه ما كانش يعرف. وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمينه. هيدي لك بعض الامثله. واذا تزوج شخص امراه على شخص اخذه الشفيع بمهر المثل، احد الشريكين راح يتجوز امراه ومعه السيوله، فقال لها نصيبي في الشقه هو مهرك، فهمت ازاي، مهرك نصيبي في الشقه دي او في قطعه الارض دي. فالتاني الشريك القديم عرف هتجيله واحده ست بقى تقعد له في البتاع، هتأذيه، فهمت ازاي، كل شويه عايزه تعمل مشروع وهو مش عايز يمشي المشروع ده، عايزه تيجي وهو مش عايز يتعامل مع ستات او اي شيء من هذا، فيعمل ايه، يثبت له حق الشفعه ويديها مهر المثل، يديها مهر المثل، فهمت، لا مهر المثل، لانه ادعاها على انها مهرها، فهمت ازاي، فيروح القاضي يشوف دي جايه من اي اسره، والاسره دي مثل نسائها بياخدوا مهر كام، المثل اللي مثل اسرتها، يعني اختها اتجوزت بمهر كام، بنت خالتها، بنت عمها، ويديها مهر، ممكن تكون اقل اقل من قيمه، مالناش دعوه، ممكن تكون اكثر برضه، هيدي له مهر المثل، ده مذهب الشافعي. الموضوع هيبقى اوسع في المذاهب، اصل ممكن يقول لك يقومها، فان كان قيمتها اقل من مهر المثل يعود الى مهر المثل، وان كانت ازيد من مهر المثل يدفع الازيد، لان المصلحة يراعى مصلحتها،
في ممكن فقيه يفكر بالطريقه دي ويبقى صح برضه، اصل في نقط كتيره في الشرع الشريف متروكه لفهم الفقيه. فبعضهم ينظر لمصلحه الشريك القديم يقول لك مهر المثل لانه يمكن يكون اقل من قيمتها، بدل ما ضره لانه هو صاحب المصلحه الاولي، وانا لما اديها مهر المثل ما ضرتهاش. وممكن واحد تاني ينظر لمصلحه الشريك الحارس ويقول لا انا اديه لها اذا كان اكتر من مهر المثل اقومها واديها حقها. فهمت ازاي؟ لان هو ده قيمتها لو حب يشتريها. فهمت ازاي؟ فالامر واسع. لكن عند الشافعيه لا، مهر المثل ده مذهب الشافعيه. احنا بندرس على مذهب، مش معنى كده ان هو ده الدين. في فرق اما تدرس حاجه على مذهب وتقول هو ده الدين. احنا بنزعم السلفيه والوهابيه ليه؟ ان بيجعلوا مذهبهم هو الدين. فهمت ازاي؟ وده الغلط، لان النبي جاء بدين ولم ياتي بمذهب، والدين قابل لان هو يفهم بطرق كثيره. فهمت ازاي؟ على حسب وجهه نظر الفقيه من اي جهه بينظر. ودي من ايه؟ من 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 ايه؟ من تيسير الشرع الشريف. يبقى واذا تزوج شخص امراه على شخص اخذه الشفيع اللي هو الشريك القديم بمهر المثل لتلك المراه ويخرجها، يديها مهر المثل ويقول لها مع السلامه. وان كان الشفعاء جماعه استحقوها، يعني الشفعة على قدر حصص الأملاك، يعني احنا ثلاثة نملك الشقة دي أثلاثا، واحد راح ايه بايع نصيبه لشريك حادث، يبقى تثبت الشفعة للشريكين القديمين بنسبة ملكهم. احنا الاثنين نسبتنا واحدة، يبقى هنشتري الثلث ده مناصفة، يبقى انا اخد سدس وهو ياخد سدس. فهمت ازاي؟ طب انا كان ملكي التلتين والتلت ده كان ملك اتنين، يعني كل واحد يملك سدس. فهمت ازاي؟ يبقى واحد باع منهم، يبقى هتثبت للاتنين بنسبة ايه؟ ملكهم. فهمت بقى المسألة؟ وهكذا. وان كان الشفعاء جماعة استحقوها، اي الشفعاء على قدر حصصهم من الاملاك، فلو كان لاحدهم نصف عقار وللاخر ثلثه وللاخر سدسه، فباع صاحب النصف حصته اخذها الاخران اثلاثا. خدت بالك؟ لان صاحب السدس هياخد ايه؟ نص التلت، يعني سدس زيه. فهمت ازاي؟ والباقي ياخد ايه؟ التلتين. والله تعالى اعلى واعلم. في بعض الايه؟ الفروع بقى. طب افرض ان انا شريك ليا شريك قديم، لكن انا ما بعتش لقديم لجديد، ده انا وهبتها له أو أعطيتها له هدية، هبة على سبيل الهبة. إن كانت هبة مطلقة ليست هبة ثواب تثبت الشفعة ويدي للموهوب قيمتها. واضح؟ يعني أنا وهبت نصيبي في الشقة الشرك اللي بيني وبين أخي، وهبتها لابن عمي. فهمت إزاي؟ لأن ابن عمي مثلا وقف جنبي وساعدني في حاجات وأنا ممنون ليه، واخد بالك؟ او لقيته ان هو اصيب بشلل مسكين، واخد بالك، وعايز يبقى عنده حاجه كده ملك يقدر يتصرف فيها علشان فقد قدرته على العمل. فانا ايه في الحاله دي؟ ممكن ايه؟ اوهبها له. فايه؟ تثبت الشفعه للشريك القديم في الموهوب بقيمه الموهوب. يبقى ندي ايه؟ القيمه للموهوب له واخدها انا بالشفعه، بالرغم ان العقد مش بيع. في تفاصيل اخرى، مثلا انا بعت في زمن الخيار، بعت الجديد في زمن الخيار. اي عقد بيع بيبقى فيه زمن خيار، واخد بالك ازاي؟ قد يكون زمن الخيار ده عدة ايام. ان كان الخيار للمشتري وللبائع معا تثبت الشفعة، وان كان الخيار للمشتري وقلنا ان وقت الخيار يكون الملك للمشتري مش للمالك الاصلي تثبت الشفعة، وان قلنا ان الملك للاصلي فلا تثبت الشفعة في وقت الخيار ان كانت للمشتري، ففيها اوجه في زمن الخيار. فهمت ازاي؟ يعني وهكذا. لكن احنا على اي حال الموضوع ده بقدر الامكان على سبيل الاختصار، لكن الموضوع اوسع من هذا من حيث التطبيقات العملية. واخد بالك؟ كل عايز يتوسع بقى يبقى محامي او يبقى قاضي ويقعد بقى يقرا في التفريعات الكثيرة وإيه وآراء الفقهاء، لكن ده يكفيك
كإنسان عايز تفهم أمور دينك علشان تستفيد بها في حال حياتك إذا احتجتها في يوم من الأيام. كما قلنا أن طلب الشفعة ليس واجبا على صاحب الشفعة، بل الأولى أنه هو يتسامح وما يطلبهاش كمان. ليه؟ لأن من مكارم الأخلاق أن أنا أسيب غيري شريكي يتصرف في ملكه زي ما عايز، دي من مكارم الأخلاق، بدل ما ضايقه واخد بالك وأحجر عليه في تصرفه، ده الأصل كده من مكارم الأخلاق يعني. لكن لو كان هيبقى في ضرر بالغ عليا فالشرع قال لي لا، لدفع الضرر قيده وخد حقك منه. والله تعالى أعلى وأعلم. لو في أسئلة ممكن نسأل.